افتح الباب لمين يا كريم؟ ليكي؟ وانا عارفه انك بتكرهيني؟ ولا الجبريه؟ وانا عارفه انه نفسها اني اموت النهارده قبل بكره عشان ما طالبش بحقي وورثي، ولا العبد الحكيم اللي بيعملني كاني بهيمه في البيت، ولا لافتح والعبد الله اخوي اللي كنت فاكره انه اقرب واحد ليا، اللي عرفت انه مرضيش يحطني في اعلام الوراثه. يا فوزيه عبد الله كفايه. انت جايه ليه يا كريمه؟ ها؟ جايه ليه؟ والله العظيم انا جايه عشان اطمن عليك واقول لك انا تحت امرك في اي حاجه تطلبيها. والله لا كدابه، انت جايه عشان تتشافي فيا، جايه عشان تشوفي فوزيه وهي محروقه وما بقتش تسوي في سوق الحريم حاجه، جايه عشان تشوفي اللي حصل لي ده هتعمل فيه ايه وازاي هتوقفي قدام عبد الحكيم، صح ولا لا؟ لا لا لا. ماما يلا نمشي. ايوه يا ريتال، خد امك وامشي، امشوا. استني اسمعي اللي هقول لك عليه دي، اسمعيه وفكري فيه. انت دلوقتي شايله في بطنك الواد اللي هيجش كل حاجه، سيبك من خواتك وسيبك من كلام امك ومن كل كلام الحريم، خلي بالك من روحك ومن اللي في بطنك، وخدي حسن واخرجوا من البيت الكبير، اطلعي من البيت الكبير يا ريتال، اطلعي. سلامتك يا فوزي. عجبك اللي عملته؟ هتقل مني وقدام مين؟ قدام كريمة؟ جبرية. آخر مرة شفت فيها دلال ميتة. إيه الكلام الماسخ ده؟ وهي مين دي عشان أحطها في بالي ولا أفتكر شفتها ميتة ولا مشيت ميتة يعني؟ يوم عبد الله اخويا رجع من على السلم كنت فين؟ انت اتدبيت ولا ايه؟ ولا هتعوم على عم؟ ردي. عاوزني اقول لك ايه؟ صح، ما انت كنت مع المحروسة وبنتها، هي كانت عجلك وانت دخلت البت البيت وخليتها تشيل من الواد عشان تاخد اللي وراك واللي قدامك. كلميني زي ما بكلمك. اقول لك ايه؟ عاوزني اقول لك ان السبب في موت عبد الله عشان ترتاح وتقعد جار السنيوره اللي اتجوزتها. ماشي يا عبد الحكيم، انا السبب وهسكت وهحط في حنكي جالوس طين، ولو قلت كلمه واحده المشنقه مستنياني. بس هقول لك على حاجه، لو اتجوزت مره والله عشره ولا يهمني، أنا الأصيلة بنت الأصول بنت الناس، الضرور الباقي على دخلتها العيلة يا كبير يا كبير قوي بكلام كريمة. صح، مدام قلبت الميزان كده يبقى كلامها صح.
واهل صح تدبيت كلامك ماسخ وعفش. والله ما انا قاعده لك يا عبد الحكيم. و ريتال تعالي هنا. نعم يا عم. صحيح انك سمعت جبرية وهي بتقول انها زقت عبد الله من على السلم؟ سمعت بودنك؟ انطقي. حصل يا عمي. كدب في اصل وشك. وقالت لزينب كمان. هي حصلت يا بنت كريمه؟ اوعي تمدي ايدك، انت هتمدي ايدك عليا تاني؟ هي السبب في موت اخوك يا عمي. انا سمعتها بتقول كده بعظمه لسانها. عملتي ايه تاني يا جبرية؟ ولا حاجة، ما صدقهاش. كدابة كدابة، ما عملتش حاجة. مش كدابة، أنا عارفك وعارف عمايلك السويدة ووشك بيبقى عامل ازاي لما تكدبي وتعملي عاملة سودة. انت ده ناس اللي بيني وبينهم دول عايزين يخربوا البيت على اللي فيه. ده اللي انت كنت عايزاه، تبعدي بيني وبين اخوي عشان لما يقع ما يلاقيش حد يسنده. لا. ريتال يلا. حاضر يا عمي. جبرية يا اهلا وسهلا يا استاذ حسن. يا اهلا بيك. ايه مش كنت تبلغني ان انت جاي احسن؟ تفرق؟ اه طبعا، على الاقل كنت فضل لك نفسي. المسائل مش مستاهله. طيب اتفضل. لا طبعا مستاهله، وانا لو ما كنتش افضي نفسي ليك اما لافضي نفسي لمين؟ بس انت حظك حلو النهارده انا ما عنديش محكمه. طب الحمد لله، انا كنت قلقان قوي ان ازعجك. لا طبعا تحت امرك، امرني. طب مش هتشربني حاجه ولا ايه؟ اه طبعا قوي قوي. ايه يا رنا؟ امال فين عم محمد؟ لا نزلته يجيب حاجه، لو في حاجه انا موجوده. لا طبعا ما ينفعش. طب خليه لما يجي يعدي عليا. او اقول لك هاتي قهوه. قهوتك ايه؟ خليها شاي تجيل بالنعناع احسن. حاضر. من الواضح كده انك واخد موقف مني من قبل حتى ما نتكلم. شوف يا استاذ حسن، انت لو جاي تتكلم بخصوص القضيه اللي بين والدك وشهد، فللأسف أنا مش هقدر أقدم لك أي حاجة ولا أعمل حاجة في الموضوع ده، لأن المسؤولة مسؤولية كاملة عن الموضوع ده هو شاهده بس. أنا كان عليا أنا بساعده بس. أنا عايز أنهي المسائل ودي. يا ريت. عايزك تكلمها. هو والدك اللي قالك الكلام ده؟ الصراحة لا. طيب يبقى كده كلامنا ملوش أي لازمة. أنا اللي أعرفه إن والدك هو اللي في إيده كل حاجة. عايز إيه؟ في إيه يا شاهد؟ عايز ايه؟ جاي ليه؟ كان بيقولك ايه يا عزت؟ ايه يا شهد في ايه؟ ايه؟ خايفين؟ بطنكوا قلبت لما عرفتوا ان انتوا هتقفوا في المحكمة، صح؟ كنتوا فاكريني مش هعمل كده. شهد بعد اذنك اهدي. لا مش ههدى، واتفضل بقى اطلع بره. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب هنا مكتب انا، وانا اللي حدد مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. مش معنى ان في بيني وبينك معزة او صداقة ده يديك الحق ان انت تتصرفي بالشكل ده. انا اسفة جدا. أنا آسف على اللي حصل. أنا اللي آسف جدا يا أستاذ حسن، وعايز أقول لك المكتب ده مكتبك وتشرف في أي وقت، المكتب ده محترم ولازم اللي فيه يحترموا العملاء اللي فيه. طيب أنا زي ما أنت عارف كنت جاي عشان القضية. طالما الموضوع بقى مش في يدك يبقى استأذن. اتفضل. عن إذنك. شرفت يا أستاذ حسن.
وبعدين معاها دي كمان. انت غلطان. عارف ليه؟ لا طبعا مش غلطان. انت عاجبك اللي هي عملته ده؟ اتصرفت بشكل مستفز. انت اللي طريقتك وعصبيتك دي بتاكد ان انت لسه بتفكر فيها. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما بقولك كده، انت كمان استغلتها فرصة عشان تثبت لها ان هي ولا حاجة، وكمان عشان توريها ان انت بقيت استاذ عزة المحامي المشهور اللي بقى مكتبه ليه مكانة مهمة. يعني ببساطة انك حققت الحلم اللي هي مش عارفة تحققه. مش صح. لا صح. والله ما صح. وانا اقولك بقى ليه مش صح. انا اي حد كان هيعمل اللي عملته شهد ده كنت هتصرف معاه نفس التصرف. وبعدين يعني مش شهد اللي انا هفضل اتشقلب لها واثبت لها ان انا احسن وافضل وصاحب المكتب والكلام ده. بجد؟ والله بجد. وبعدين انا عايز اقولك على حاجة مهمة. انا كنت عايز ابين لشهد ان اللي بيني وبينها خلاص انتهى، وكنت عايز افهمها كمان ان انا مش هقبل اي تجاوز من اي حد. امال تقبل التجاوز من مين يعني؟ منك انت طبعا. انا يا عزة تعمل معايا كده وقدام السنكوحة دي؟ هي دي اخرتها خلاص؟ عايز ايه؟ عايزك اطلع بره. انا جاي من البلد عشان اتكلم معاكي. روح اتكلم مع حد تاني او حوش كلامك لما نبقى نتقابل في المحكمة دي. خلاص الجلسة قربت. ما انا جايلك عشان الحكاية دي. وانا مش عايزة اتكلم مع حد. طب يا ست انا والد عمك وجاي من سفر وعايز اقعد معاكي. انا ماليش عم. ماليش عمام ولا خلان ولا قرايب. وحكاية البلد دي انساها خالص. انا لا بحب البلد ولا عايز انزل البلد ولا اعرف حد فيها. يا شهد انا عارف ان ايه؟ اعصابي تعبانة؟ حسن امشي اطلع بره دلوقتي الا وديني اروح القسم واروح اعمل فيك محضر واقول ان انت حاولت تتهجم عليا. للدرجه دي؟ واكتر كمان. وخلي بالك موضوع القضيه انا مش هتنازل عنه لحظه واحده. ده انا عايزه الدنيا كلها تعرف ايه اللي بيني وبين عمي. ده انا عايزه الموضوع يبقى اكبر من كده، من شويه جلسات وخلاف ما بين اتنين في المحكمه. لا ده انا عايزه فضايح. ايه رايك بقى؟ ناقصاك هي كمان. ايه اللي نزلك من البيت؟ كنت بدور عليك، سألت وعرفت انك بتحب تقعد هنا. سألت مين؟ واحد من العمال اللي شغالين في الارض. انت مش خايفه العمده يجاب لك؟ لا مش خايفه. وخرجت ومشيت وكنت عارفه ومتاكده انه ما يعرفش يعمل اي حاجه. تعرف ليه يا مروان؟ عشان انت موجود. ايه مش هتقولي اقعدي ولا عندكم هنا كمان ممنوع؟ اقعدي. ماشي. حظها حلو فريده دي برضه شاطره. حلو الواحد يبقى عارف هو عايز ايه. ذكيه قوي. عارف ان هي عزمتنا قبل كده عندها في البيت انا واخواتي، وقعدت ترغي كتير قوي، بس ما فهمت السبب العزومه غير من قريب. عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لك يا مروان اني عرفت حاجه اهم بكتير قوي من اللي احنا بنتخانق عليه ده. ايه هي؟ احنا مالنا؟ احنا اهم بكتير من الارض ومن الفلوس. احنا اهم من الحيطان والطوب. الأرض دي ما اتنفضتش كده من مكانها يا مروان، وجت عشان الحيطان والطوب دول ما اتحركوش وجم ياخدوني من بيت العمدة. الفلوس دي ما خرجتش من البنوك يا مروان وطلعت بره المحافظ، وجت وقفت قدام العمدة وقالت له يا بنت عمي روحك. زينب انت عارفة اني كنت هموته، وانت عارف ان انا لحد دلوقتي مش مصدقه انك عملت كده. ليه؟ سيبك بقى من ليه دلوقتي وخليني في اللي انا جايه عشانه. اللي هو ايه يا زينب؟ احنا مش هينفع نقف قصاد بعض يا مروان.
مش هينفع ابوك يقف قصاد اختي في محكمه ويبقى ما بينهم قاضي. انا مش هكدب عليك يعني واقول لك انه خلاص ان انا نسيت كل اللي حصل وان مش عايزه حقي ولا حق اخواتي، بس في نفس الوقت احنا مش هينفع نعمل كده. مش هينفع نفضل بعيد عن بعض يا مروان. لو فكرنا فيها كويس هنلاقي ان خسارتنا هتبقى اكبر بكتير قوي من مكسبنا. هو ده اللي كنت بفكر فيه. سؤال واحد وعايزه منك اجابه. قولي يا زينب. مروان انت بتحب فريده؟ طبعا بحب فريده. هو في حد ما يحبش ام ولده؟ ولا ايه يا سي مروان؟ معلش يا بنت عم جوزي، قولي لي يهمك في ايه؟ ان كان بيحبني ولا لا؟ اصل انا بحب اسمع قصص الحب دي قوي. ده انا حتى كنت لسه بسال مروان هي القصه دي ابتدت ازاي؟ وملهاش نهايه يا حبيبه امك. بعد اذنك. عن اذننا ده ايه؟ استني وصلك معايا في سكتي. شفتها مشيت وراها، كان قلبي حاسس انها جايه لك. كنت عارفه انك ما هتصدق تقعد تتحدد معاها. انت غلطانه. لا مش غلطانه. خد بالك يا مروان، فريده ومن بعد الطوفان. انا لازم اعرف مش ولدي. بصي بقى، احنا ممكن نخلص من الموضوع ده في ثانيه واحده. احنا نتصل بالراجل ونقول له ان ندى وقعت من على السلم وحصل لها اجهاض، وشهر والتاني هتحمل بحق وحقيقي، وبكده تكوني ريحتي لي دماغي من الموضوع ده. يعني يا حبيبتي لو فضلت تزني كده كتير انت اللي خسرانه، والواد هيتولد من غير اب، وانت يا ماما اللي هتشيلي شلتك. وريني بقى مين اللي هيقف جنبك. انا مش قصدي، انا عايزه بس اتاكد ان انا ممكن اشوف الواد في اي وقت. طبعا ممكن تشوفيه في اي وقت وكمان تقعدي معاه. وبعدين يعني انا هكلم لك البت ندى، ان هتكلم عبد الحكيم انك تقعدي معاهم بحجه يعني انك تربي الواد وياه. ماشي. على فين رايحه؟ لندى كانت عايزاني. ماشي بس خليها تكلمني. ازيك عامله ايه؟ شايفاك زي الفل اهو. يعني لا بتتصلي ولا بتسالي؟ قلت اما اجي انا اسال بنفسي. اصل انا يا بنت سمعت شويه تراتيش كلام كده من الناس اللي بتشتغل عند عبد الحكيم، قلت اما اجي اتاكد بنفسي. يعني مش شايفه لك بطن ولا حبل ولا حاجه، ولا انت من النسوان اللي بطنهم بتبان لما بيولدوا؟ عايزه ايه يا ست كريمه؟ عايزه سلامتك. اصل يعني سمعت طراطيش كلام كده، وانا ما بحبش دماغي تودي وتجيب، احب اجيب الحكايه من جذورها من اساسها. وسمعتي ايه بقى ان شاء الله؟ بالراحه بس وخدي نفسك. سمعت يا بت ان انتي ناويه تاخدي الواد اللي هتخلفه مفيده وتلبسيه لعبد الحكيم، تلبسيه له الطشت. انت في حد معاكي؟ معايا ربنا يا اختي. مفيدة لسه بجيب في سيرتك. تعالي. ازيك يا بت؟ بخير الحمد لله. وزي اللي في بطنك كده؟ بخير. طب الحمد لله. بقول لك ايه، عايزاكي تتغذي كويس قوي عشان الواد يطلع طول بعرض ومربره زي جده مش زي ابوه. اسود ده حسن. انا مش عارفه ايه المصاير اللي بتترمى عليا النهارده دي. خش جوه. خش. يا عم ما دخلقش، انا عايزاه يعرف الحقيقه. بقولك انا مش ناقصه عليا رجلي. خش جوه. وانت كمان حطي لك فوطه ولا مخده ولا اي حاجه بطنك تطلع فيه. انت بتقولي ايه؟ بعدين افهمك. خش بس. حسن تعالي يا حسن. خش خش. مرات عمي. خش خش يا حبيبي. خش يا جوز بنتي. انت عايز ايه يا حسن؟
في ايه؟ بتزعقي ليه؟ الراجل جاي يطمن عليكي. اللي جابك هنا مرات عمي؟ جيت يا اخويا اشوف المصيبه اللي ابوك عملها دي. بقولك ايه؟ كلام كتير ولبت وعجن. انا مش عايزه، انا استقبلتك هنا بس عشان خاطر عبد الحكيم وعشان خاطر ابنه اللي في بطني. انت بتقولي ايه؟ ابن اخوك. لو انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ ايه الجنان ده؟ جنان ايه؟ ده عين العقل. عقل ايه بنت الكلب انتي؟ الكلام ده حقيقي؟ اعمل اللي انت عايزه. حبل المشنقه يا حبيبي هو اللي هيمرجحك يمين وشمال. بس يا حسن عشان خاطري سيبها يا حسن، عشان خاطري سيبها يا ابني. هتعمل عقلك وعقل البتاعه دي؟ دي؟ ومالها دي بقى ان شاء الله؟ بيت اتلم انا سكتلك من الصبح. وهيشاع عنك. وان ما سكتش هتعملي ايه يعني؟ هوريكي يا حبيبتي اللي عمرك ما شفتيه، وغير كده وكده هخلي عبد الحكيم يطلقك. انطلق لسانك في حلق بقك. يطلق مين يا روحي؟ انا امه الواد اخر العنود اللي هيرجع له شبابه 20 سنه لورا. يلا بره انت وهو. بعد يا مرات عمي انا هقتلك يا بنت الكلب. ابعد عني. هقتلك بقول لك. ابعد عني. هقتلك. حسن يا جدع بس. وفي ده؟ انزلش. بقولك اطلع بره، انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. لا اتجننتي يا بت. يلا يا حسن، يلا يا ابني، يلا تعالى، يلا يا حسن، يلا قدامي، يلا عشان خاطري، يلا يا ابني، يلا يلا يا بابا، يلا 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 يا حسن، يلا يا حسن. انزل انزل. ده بت قلت الادب. ايه ده؟ في ده لسه حامل. هي مين اللي حامل؟ الواد لسه منزلش. الله، ما تفهمني يا ابني مين اللي حامل والواد لسه منزلش. سيبيني. سيبيني ايه؟ تعالى هنا. رايح فين؟ انزل انزل قدامي. البت دي بيكها تعمل لك مشكله وتجيب لك مصيبه. احنا مالناش في الكلام الفارغ ده. واقول لك ايه، انا نازله البلد. يلا تعالى معايا. انا مش نازل، انا قاعد هنا شويه. تعالى معايا، انا نازله البلد، وصلني حتى على الاقل. اركب هوصلك للقطر. يلا قدامي قدامي. عيل ايه بقى اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ايه مالك؟ تعبانة ولا ايه؟ شوية. تحب نروح لدكتور؟ لا انا تعبانه عشان شايفه ابويا كده مش مبسوط. طب ما تروحي تطمني عليه، خليكي جنبه، وبعدين تلاقي موضوع عمتك ده هو اللي مضايقه. لا هو ايه ده اللي لا؟ ابويا شايل هم كبير، وجه موضوع عمتي يكمل عليه. بس ايه؟ بصي يا بنت الناس، انا بصراحه مش عاجبني سكوتك كده، عايزك تبقي في الصوره، قربي منه، حاسس انك بنته اللي خايفه عليه. اسمعي كلامي. طب بقول لك ايه، انا عايز اسالك سؤال بس تجاوب عليا من غير لف ولا دوران. وانا من امتى بلف وادور عليك يا شمس؟ لو عندك مال وخلفت بنت هتديها حقها ولا لا؟ واكتر كمان، هديها حقها في المال اللي ربنا كتبه لها، بس هحبها اكتر من اي حد، اكتر منك انت شخصيا. رايحه فين؟ هتدلل ابوي. لو ما كنتيش جيتي انا كان هجيلك لحد البيت. ياه للدرجه دي؟ ايوه. خير؟ عايزاكي. ما هو ده اللي انا مستغرباه، هتعوزيني في ايه؟ زينب مالها؟ عينها من مروان. وانت جايباني هنا عشان تقولي لك ده؟ ايوه. طب وانا مالي؟
أنا طليقته، أنت اللي مرته واللي حبلة منه. إيه؟ قلقانة؟ عيني تفلق الحجر زي ما بيقولوا؟ ما تخافيش، أنا ما بعرفش أحسن. أنا مش خايفة منك، أنا خايفة من زينب. لا ما تخافيش. لا أخاف. زينب ما تجيش فيكي حاجة يا فريدة. يبقى مش عارفة حاجة. زينب كانت مع مروان، كانت معاه النهاردة، كانت بتقول له أنت بتحبي فريدة ولا لا؟ عايزة يسيبني، عايزة عقله وروحه تروح لها. أنت متأكدة؟ أيوة. لا مستحيل. ليه مستحيل؟ وأنت جايباني هنا ليه؟ اوعي تقولي لي إنك عايزة نرجع لمروان وإن أنا أولى بيه من زينب. الحكاية كده تبقى مش مفهومة. أنا جايباكي هنا عشان تعرفي إن اللي خرب عليكي مش أنا يا نادية. آه أنا طول الوقت خايفة تكوني فاكرة إن أنا السبب في طلاقك من مروان. زينب هي اللي دخلت عليه ولفت عقله وخلته يحس إن نادية خلاص ما تنفعش وإنه كان لازم يتجوز واحدة تانية. كان يتجوزها هي مش يتجوزك أنت. ما هي مش هتغلبني. خلاص يبقى خايفة منها ليه؟ عشان أنا كنت لغز لمروان وعايز يعرف آخره، إنما دلوقت خلاص بقيت مرته، ما عادش فيها حاجة مستخبية. وزينب هي اللي عليها الدور مش كده؟ زينب تتكلم حلو، تدخل عقله اللي محدش قادر يدخله، عمالة تدحلي بشوية بشوية. وانت هتسيبيها؟ لا مش هسيبها. خلاص خلصت الليلة. وانتي؟ أنا إيه؟ أنا مالي؟ الليلة دلوقت بينك وبين مروان. طب لو قلتلك عايزاكي معاي؟ أنا عارفة إن كريمة تبقى عمتك وهم ولاد عمتك، وعارفة إني خلاص ما عادش ليكي مكان عند مروان، بس كمان عمتك ما خفتش عليكي، ووقت الجد بنتها تبقى برقبتك، وأنا أولى بلحم جوزي، عايزاكي معاي. زينب دلوقت شايفة مروان أسد. سبع الرجل الأسد اللي وقف قدام كل الناس وقال إلا بنت عمي بقي فارس الفرسان بالنسبة لها. عشان تبقي عارفة، زينب من أول ما خطت البلد هنا كان عشان مروان، وأنا لما جبتها بيتي كنت عشان أبعدها عنه. يعني زينب هي السبب في إنك برا بيت عبد الحكيم يا نادية. إيه ده؟ مش كنت تقول إنك أنت قاعد هنا عشان أجي أقعد معاك؟ مش عايز أسمع كلام حد. ولا أنا. أنت فاكر إن أنت بس وحدك اللي دماغك مقلوبة والدنيا بايظة عندك؟ أنا أصخم منك. بقول لك إيه وحياة أبوك؟ أنا قعدت أدور على حد عشان أتكلم معاه ما لقيتش غيرك. قول صدقني. هسألك سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بصراحة. وأنا كنت كدبت عليك قبل كده؟ أنا ليه ماسك على الفلوس ومش عايز أدلعي على الحاجة؟ وأنا فعلاً خايف من أمهم لتاخد منهم كل حاجة، ولا أنا اللي مش عاوز وبدور على أي سبب؟ تقصد إيه؟ أنا وأنت وحشين قوي يا عبد الحكيم. لا يا إسحاق، عبد الله كمان الله يرحمه سببه اللي كان بيحبه أكتر واحد في الدنيا وراح يتجوز كريمة. سنين ما فكرش حتى يجي لابويا ويحب على يده ورجله علشان ابويا يسامحه. لا ابويا خيره يسيب اللي عايزها وبيريدها ويقعد معاه يبعد عني لو ملوش حاجه. عبد الله يرحمه بعد قوي سنين مفيش بينا غير تلفون كل فين وفين. انا زرته ولا هو كان بيحاول. واحنا بنعمل زيه نفس الغلطه، اللي احنا عاوزينه هو الصح.
ومش مهم بعد كده رأي أي حد تاني. ما تيجي نبتدي من الأول. ما عادش ينفع. ليه؟ اسأل ولادك وهم يقولوا لك. فهمني. عشان نبتدي من الأول لازم الزمن يرجع من الأول تاني. لازم كل حاجة حصلت تطلع من دماغهم. انت فكرك بشارة كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد اللي هو عايزه، مش هتشوفه تاني. لحد شوية كنت بقول العيال هي اللي وحشة، هي اللي جامدة، هي اللي مش فاهمة أي حاجة. الهم اللي عندي بقى كبير، كبير قوي. حتى لو كل واحد خد اللي هو عايزه، اللي جواه مش هيتشال، مش هيتنسي. بتبكي يا عبد الحكيم؟ أول مرة أشوف دموعك تنزل بالشكل ده. يا سحاج ما تسألنيش، ما تسألنيش عن حاجة، فاهم؟